اهلا يا اصحابي، النهارده الرمل الشقي بتاعنا جاي ومجهز لينا حكايه جديده جميله. تعالوا بسرعه نسمعها ونشوف فيها ايه. كان يا مكان كان في بيت جميل فخم وكبير، وعند البيت كان في شجره كبيره مزهره بزهور ريحتها جميله. قدام البيت كان في طريق طويل ومرصوف، وجوه البيت الجميل كان في اخين، واحد صغير وواحد كبير، وكانوا عايشين مع باباه. بطل قصتنا النهارده هو الابن الصغير او الابن الشاطر. عايزين تعرفوا شاطر ليه؟ تعالوا مع بعض نعرف ليه. في يوم قال الابن الصغير لابوه: انا عايز نصيب من الفلوس اللي عندك، لاني خلاص مش عايز اعيش هنا، انا قررت اني اسيب البيت. ليه كده بس يا ابني؟ طيب هتروح فين؟ معرفش، اي حتة، اي مكان، المهم امشي من هنا وخلاص. طبعا الاب زعل من الكلام ده، وان ابنه هيسيب البيت ويمشي، لكن عشان ما يزعلوش جهز له نصيبه من الفلوس وادهوله. ادي نصيبك يا ابني، خد. واخذ الابن الصغير الفلوس ومشي بعيد. وعدت ايام وشهور كتير، والابن الصغير خلص كل الفلوس اللي معاه، وحتى اصحابه اللي كانوا حواليه سابوه وبعدوا عنه، لدرجه انه ما كانش معاه فلوس حتى علشان ياكل. وبعد حيرة وتفكير كتير قعد يرعى شوية خنازير، ومن الخرنوب أكلها كان نفسه ياكل زيها، واتضايق جدا وقال: ياه أنا جعان، جعان قوي وكمان بردان، مش عارف اعمل ايه، ده حتى الشغل مفيش حد راضي يشغلني. انا نفسي اكل اي حاجة، ان شاء الله حتى الخرنوب اللي بتاكله الخنازير. لكن للأسف محدش عطف عليه ولا اداه، فافتكر على طول بيت باباه وقال: ياه ده أنا حتى ما حصلتش اللي بيشتغلوا عند أبويا، هما دلوقتي بياكلوا فرحانين وأنا هنا هموت من الجوع. أنا أحسن حاجة أروح دلوقتي لأبويا وأقول له إني غلطان وإني ما استاهلش إني أبقى ابن ليك. فعلا قام الابن الصغير وراح لباباه، لكن باباه لما شافه من بعيد جري بسرعة عليه واخده في حضنه، وهنا قال له الابن الشاطر: يا بابا انا اسف، انا غلطت في حقك كتير وما استاهلش اني ابقى ابن، يا ريت تقبلني زي اي عبد من عبيدك. وقال لعبيده انهم يلبسوه احسن لبس، يذبحوا كمان أثمن عجل عندهم، ويحطوا في إيديه الخاتم بتاع الملك. ها، عرفتوا الابن الصغير اسمه الشاطر ليه؟ صح، علشان لما غلط قال سامحوني مش هعمل كده تاني. وإحنا كمان لما نغلط لازم نقول سامحوني عشان نبقى زي الابن الشاطر.
خلصت حلقتنا من شقاوة رمل، لكن استنونا في حلقات جاية كتير.